عندي ان الاشعاع يا اما هيتفاعل مع جسمي، يكون الاشعاع دخل جسمي يعني اسمه تعرض داخلي، او مصدر الاشعاع موجود خارج المكان خارج جسمي. يبقى عندي نوعين من التعرض للاشعاع، واحد ان مصدر الاشعاع يكون داخل جسم الانسان بنسميه التعرض الداخلي، وده اكثر مشاكله او حساباته بتكون للجماعه بتوع المجال الطبي اللي بيحدث عندهم ايه، انه ممكن المريض نعطيه من مصادر مشعه، او انه حد يعرض بطريقه خطا لايه، لتلوث اشعاعي نتيجه الايه استنشاق او لمس او بلع. طيب بالنسبه لنا احنا في المجال الصناعي اهم شيء بنركز عليه ان هو المشكله بتاعتنا في التعرض الخارجي. ليه؟ لان احنا المصادر الاشعه بتاعتنا عباره عن ايه، مصادر خارجي. طيب جميل، مصادر خارجي. طب المصدر، لو انا عندي مصدر قدامي في الشارع في المكتب قدامي دلوقتي مصدر من مصادر الاشعه، بديهيا عشان احمي نفسي مني اعمل ايه؟ اول حاجه ما اقعدش جنبه. يبقى الفتره الزمنيه اللي هقعد جنبي فيها تبقى اقل فتره زمنيه ممكن. طب ايه تاني؟ ابعد عنه اكبر مسافه ممكن. طب ايه ثالث؟ طب انا ممكن احط بيني وبينه حيطه، ساتر بيني وبينه يحميني منه. يبقى عندي انا الاشعاع عشان احمي نفسي منه في ثلاث طرق. اول شيء بنسميه احنا، هو ما بيسموه مبدا، اسمه مبدا الالاره. تمام، اني انا اقل الفتره الزمنيه اللي بيني وبين الاشعاع اقل فتره زمنيه ممكنه، اخلي المسافه بيني وبين الاشعاع اكبر مسافه ممكنه، اخلي بيني وبين الاشعاع في ساتر او في حاجز، تمام، عشان يحميني منه. طيب جميل خالص. طيب الاشعاع، انا عندي مثلا في حد معايا موجود ولا انا بتكلم مع نفسي؟ يعني اثنين او ثلاثة، انا لو ثلاثة كويسين من ال 19 وال 18 موجودين. معاك يا دكتور. واحد. معاك يا دكتور. طيب الحمد لله كده معانا ربنا موجود، تمام. وابو هاب وشيخ وتمام كله تمام. ابعتي لي الرابط يا شيخ على الواتس عشان حتى لو حبعت حاجة بيكونوا على الجروب ده. تمام. بص يا شباب الغد، لو انا عندي اهو مصدر مشع، اهو المصدر المشع ده غالبا بيكون، لأ انا بالنسبه لي انا في المجال الصناعي بيكون في ايه، بيكون في بوتقة زي كده اللي هي بنسميها السيل، المكان المغلق بتاعه. طيب هو وطالع، طبعا هيشرح لكم الدكتور سعد سامي بكره غدا ان شاء الله هيشرح لكم الموضوع ده اكثر مني شويه احسن مني. وهو شغال، هو موجود في جهاز المصدر المشع من الداخل كده، تمام، طبعا بيطلع اشعاع. جميل. بص يا شباب الغد، هو موجود المصدر المشع وهو في داخله من جوه كده، هسميه ايه؟ هديله رمز ايه. ايه يعني ايه دي اخذناها امبارح؟ يعني اكتيفيتي، الشده بتاعته. يبقى هو موجود من داخل الجسم عندي، من داخل هو في المكمن بتاعه، انت حضرتك بتفتح الجهاز بتلاقي مكتوب من جوه بيقول لك الاكتيفيتي الايه تساوي مثلا، اللي شغال في المجال اجهزه القياس النوويه بيساوي 10 ملي كيوري. خلاص عرفت. طبعا لو انت عايز تعرف كام اشعاع بيطلع منه تقدر تحولها للبكرل وتقدر تحسب الحساب بتاعها. طيب الوحده بتاعته ايه كده هنا؟ كيوري. جميل. طيب لما طلع واتحرك هنا الاشعاع بتاعي اتحرك وخلاص طلع على الهواء، يعني هو لسه في
وهيصطدم بالهواء او يصطدم بالماتيريال اللي انا حديث عليها الاشعاع بتاعي، هيعمل ايه الاشعاع؟ الاشعاع هو طالع يا شباب، الحته دي الجزئيه دي يا ريت نفهمها بس عشان نبقى مركزين فيها. هو وطالع هنا لازم احسب له حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها الاي الانرجي، الطاقه بتاعته اللي موجوده الاشعاع ده، تمام؟ اللي هي بنقيسها بالجول، هتدخل في الماده وتطلع لي حاجه اسمها ايه؟ تأثر بالطاقة بتاعتها على كل كيلو جرام من المادة، شرحها الدكتور خالد أول أمس. بنسميها إيه دي؟ الكرمة أو الدوز، الجرعة اللي هو إيه؟ الجرعة الممتصة اللي امتصتها المادة. يعني لما أنت الإشعاع اللي طالع أول ما فتحت الدراع بتاع جهاز السيمن ده، فتحت الدراع رفعت الدراع اللي فوق، بدأ الفتحة بتاعت الإشعاع تطلع، اصطدمت بالاسفلت او اصطدمت بالتربه، تمام؟ فبقت ايه؟ تحط بمعنى الكلمه تحط تبث الاشعاع او الطاقه بتاعتها لكل كتله موجوده في التربه، لكل كتله. فدي هنسميها مين؟ هنسميها الجرعه الممتصه. الممتصه، كلمه جرعه الممتصه يعني الطاقه. يعني تساوي ايه؟ يعني هتساوي جول لكل كيلو جرام. يبقى لما انا يكون عندي هنا الطاقه بتاعت الاشعاع بتاعتي طاقته عاليه خالص وكميات كبيره خالص، هيبقى عدد جولات كثيره للكيلو جرام واحد. هديك مثال حلو تفتكر موضوع الكيلو جرام. احنا لما بندخل المستشفى لا قدر الله بيجي يقول لك ايه؟ دايما يقول لك ممنوع دخول الحوامل المكان اللي فيه الاشعاع. ليه؟ عشان الحوامل البيبي موجود بحجم صغير في الرحم، تمام؟ فبالتالي لو تعرضت اشعاع في منطقه الرحم هيبقى تاثير الجول ده الاشعاع ده على وزن صغير من البيبي بالجرام اللي هو الجنين، فهيبقى جرعه ممتصه ياخدها عاليه خالص. وشرحها مثل الدكتور خالد، ممكن يكون جرعة عالية خالص في حجم صغير، فهتبقى الضرر عالي. لكن حيطة واحد ماشي في الشارع ماشي جنب الجهاز، راجل أو أنثى مش حامل، ما في مشكلة. حتى لو أخذت إشعاع لأي سبب هتبقى الجرعة هتقسم على توتال الجسم، هتبقى الجرعة الممتصة قليلة، تمام؟ من كلمة الجرعة الممتصة كده هعرف أنا السكنس أو الدنسيتي بتاع المادة اللي أنا بدرس فيها، أو إن أنا لما أكون عايز أعمل عملية اختراق لسيلد معين لأنبوب بايب معين في البترول عشان أقدر أشوف عيوب الصناعة في الـ NDT، يبقى محتاج طاقة أعلى. ليه؟ لأن أنا السمك بتاع في بالنسبة للـ NDT أنا عندي سمك 2 مليمتر وسمك 50 مليمتر. هل يعقل ان نفس الاشعاع اللي انا هستخدمه في الاثنين ملي ينفع في الخمسين ملي؟ لا ما ينفعش، لانه اللي طاقته اقل مش هيقدر يخترق الخمسين، ولو كان طاقته اكبر واخترق الخمسين هيديني عيوب هناخدها في اخر يوم في المحاضرات يوم الخميس هشرحها، تمام؟ او حد يشرحها. طيب فبالتالي دي اسمها الجرعه. اول يبقى الاشعاع هو موجود في الشارع في الاوضه بتاعته في الجهاز بتاعه، ملهوش قياس عندي غير بحاجه اسمها الكيوري والبكري. اتحرك من مكانه، اصطدم بالماده، اتحول الى جرعه ممتصه امتصتها الماده، طاقه جول امتصتها الماده لكل كيلو جرام منها. جميل. طب لا قدر الله بدأت تدخل في مين؟ في جسم الإنسان. لا، أول ما هتدخل في جسم الإنسان هيبقى إيه؟ هيبقى في تأثير مختلف. ليه طب تأثير مختلف يا مدير؟ لأنه في جسم الإنسان ممكن يبقى التأثير هنسميها جرعة، هتبقى حاجة اسمها الجرعة المكافئة لكل كيلو جرام.
يعني انا هنا لو دخلت في جسم الانسان كل اشعاع من عندي طاقته مختلفه، يعني لو انا عندي الاشعاع ده الفا هيتحرك 2 مللي هنا ممكن يعمل تاثير رهيب لانه هيفرغ كل طاقته في مسافه صغيره. طب لو بيتا وبنفس الطاقه، لا ده هيبقى تاثيره اقل عشان هيمشي مسافه اكبر. جاما نفس الشيء، لما شرحنا الفرق بين ايه، بين الاشعاعات ككتل وكشحن وكفوتونات، بالتالي تاثير الاشعاع على جسمي انا كجسم انسان كل نوع مختلف. لو كان الفا هيبقى ليها تاثير، لو جاما ليها تاثير، لو بيتا ليها تاثير، نيترون ليها تاثير. وهناخدها هنقول ايه؟ هنقول لو انا عندي الاشعه دي كانت عباره عن الفا، تاثيرها 20 ضعف بيتا و20 ضعف جاما، 20 ضعف. فلو انا حطيت عامل اسمه العامل المرجح او الويت فاكتور، الويت فاكتور للاشعاع، هقول لو قلت الويت فاكتور للالفا لا لبيتا بواحد وجاما واكس راي بواحد، هروح اقول الفا ب 20. طب النيترون، قال لي النيترون هيختلف حسب طاقته سواء 5 10 15 20، وهنشوفها وبيدهاني في الجدول انا مش محتاج احفظه. يبقى الاشعاع اللي طالع اول ما كان جوه في الجهاز عنده، بقول ده كيوري ولا بكرر، طلع من مكانه سميته جول او الجرعه الممتصه اللي هو الجول لكل كيلو جرام، اللي هي وحده اسمها الجراي، وحده اسمها الجراي، الجول لكل كيلو جرام، اللي هي هتساوي كام؟ هتساوي مترات. طب لو اصطدم بجسمي ما هسميهاش جراي، هسميها سيفر، نفس الجرعه الجول لكل كيلو جرام، هتبقى هنا عندي وحده جديده اسمها السيفر. السيفر ده اللي هو مترم، اللي هو ايه؟ جول لكل كيلو جرام من جسم الانسان، تاثيره عليك كجرعه مكافئه. لكن لو انا كل اشعاع من دول هيبقى ليه حاجه اسمها ويت فاكتور، وحن ايه اللي هو للالفا 20 والبيتا والجاما ايه واحد. نفس الشيء لو دخل جسمي برضه داخل في علاقته مع جسمي، مش علاقه ايه؟ مش كله متساوي. مش كله ليه؟ لان انا جلد الايد ممكن يتحمل اشعاع اكتر، الاعضاء التناسليه لا ممكن تتحمل اشعاع اقل بكتير، تتاثر تاثر شديد من الاشعاع. فبالتالي كل عضو داخل جسم الانسان ليه ويت فاكتور مختلف. تمام؟ فكده اهم شيء قبل ما ابدا الشرح ده بقول ايه؟ قلت ان الاشعاع هو موجود، المصادر المشعه هي موجوده في المكان بتاعها، في المكمن بتاعها في الجهاز، علاقتي بها كيوري وبكرل. اقدر احسبها اقول اه ده كام كيوري وكام بكرل. طلع من مكانه اقول ده بالجراي، حسابه ايه هو كام جول لكل كيلو جرام ممكن تكتسبه الماده من هذا الاشعاع. اصطدم لا قدر الله بجسم الانسان هتبقى سيفر، كام جول لكل كيلو جرام هتاثر على جسم الانسان. بس تاثير الاشعاع على جسم الانسان مش، لو انا عندي اربع مصادر مشعه، يعني عندي الفا وعندي بيتا وعندي جاما وعندي نيترون وكلهم عملوا لي تاثير، دخلوا بتاثير اشعاعي على جسمي، لا كل واحد هيبقى واحد هيديني واحد بس، وواحد هيديني 20 تاثير اللي هو الفا، وواحد زي النيترون هيديني عدد من التاثيرات حسب طاقته، حسب طاقته. لما يدخل جسم الانسان لا هيبدا يعمل ايه؟ كل تشيو او عضو في جسم الانسان هيتاثر حسب نوع التشيو وليه ويت فاكتور، بنرضي هنعرفه لما نتكلم على العوامل الايه البيولوجيه. يبقى انا كده قبل ما ابدا بالكلام شرحت جزئيه شرحها الدكتور خالد اكيد اول امس لما اتكلم على الكميات الاشعاعيه، قال لي والله في حاجه اسمها الكميه الممتصه من الاشعاع اللي هي بنسميها جول، الكميه اللي هي جول لكل كيلو جرام. تمام؟ وفي حاجه اسمها بعد كده الجرعه الممتصه اللي هي جول لكل كيلو جرام اللي هي تقاس بالجراي، وفي الجرعه الممتصه لو دخلت على جسم الانسان هنسميها بالسيفر، هنسميها الجرعه المكافئه. تمام؟
اللي هي جول لكل كيلو جرام من جسم الانسان، اللي هي بتقاس بالصفر وهي بتساوي 100 رم. وفي بعد كده الجرعه الفعاله اللي هي تاثيرها على لما بدخل معاها مين؟ بيدخل معايا فيها الويت فاكتور للاشعاع والويت فاكتور لمين؟ للتشيو او الانسجه. بعد كده هنا اداني امثله بسيطه كده شرحوا لكم الدكتور خالد مثال زي ده، قال لي 4 من 10 مللي هتحولها للجريت تضرب بال 100 وسهله ما فيهاش ايه؟ موضوع شرحوه. طيب هنا بديني امثله. جاء بعد كده اتكلم لي على انه لو انا عندي الجرعه المتصل هي في الماتيريال او في الماده، هنا المكافأة في جسم الانسان، هنا الفعاله في جسم الانسان. الفعاله في جسم الانسان هتساوي الجرعه الممتصه دي مربوطه في مين؟ مضروبه في الويت فاكتور بتاع الاشعاع، دي الجرعه المكافاه. طب الفعاله هتتضرب في الويت فاكتور بتاع الاشعاع والويت فاكتور بتاع مين؟ بتاع جسم الانسان اها الانسجه، يعني هذا عندي الويت فاكتور بتاع جسم الانسان الاشعاع الفا عباره عن 20 الويت فاكتور بتاعها، الويت فاكتور بيتا وجاما واشعه اكس كلها واحد، النيترونات حسب الطاقه بتديها لها ايه؟ ويت فاكتور مختلف. يبقى عندي القانون اللي همشي بيه بالنسبه لتاثير الاشعاع على جسم الانسان، اقول الجرعه المكافئه بتساوي الدوز بتاعتي بالجراي مضروبه في الويت فاكتور بتاعي واحد او 5 او 20 حسب نوع الاشعاع. بعد كده هضربها في الويت فاكتور بتاع التشيو يديني الانسان لا قدر الله تحصل على جرعه قد ايه في جسمه. حاصل ضرب سهل وبسيط. هنا بيقول لي اوجد الجرعه الاكثر ضررا في الانسجه. 2 مللي جراي مثلا من جسيم الفا، هقول 2 مللي جراي هضرب الملي هتحولها ل 10 سالب 2 سالب 3 وفي الجراي. بعد كده جسيم الفا اضربها في الايه؟ في الويت فاكتور. مش عايز تحولها هتخليها زي ما هي بالملي، هقول 2 مللي جراي يبقى تطلع النتيجه بالملي صفر. يعني لو انا عندي جراي يتحول صفر، ملي جراي يتحول ملي صفر، مايكرو جراي مايكرو صفر، تمام؟ 10 مللي جراي من بيتا يبقى هضرب ال 10 في 1 هتديني 10 مللي سيفر، 20 مللي جراي من جاما في 1 وردي. طب لو هو راح قال لي دول كانوا تاثيرهم على نسيج الفا، دي كانت على نسيج الكدني على الكليه، اروح ابص فين الكليه؟ الكولا موجود. طب على مثلا على الليفر على الكبد، لا على الليفر قال لي كام؟ 5%. اروح اقول هضرب ال 20 اللي انا اخذتها ال 2 مللي هضربها في 20 عشان الفا هتطلع لي 40 مللي سيفر، اضربها في 5% تطلع لي كام بالاله الحاسبه؟ 5% في 40 تطلع لي 2 مللي سيفر. تبقى الجرعه بتاعتي اللي قدر الله اللي اخذها من جسيم الفا نتيجة تصادمها في الليفر اللي هي حوالي 2 ملي سيفر. هنا بيقول لي اوجد لي ايه؟ مثال حلو وسهل وبسيط، بيقول لي الجرعات المكافئة ومعدلات الجرعة بين الوحدات القديمة والجديدة. عندي 25 من 100 ملي رم. طب الرم بيساوي كام؟ الرم بيساوي 1 من 100 صفر. مش انتوا شرحها الدكتور خالد قال لك ان 1 صفر يساوي 100 رم؟ خلاص يبقى الرم بيساوي 1 على 100 من ايه؟ من الصفر. طيب و 25 من 100 ملي رم الى صفر، هي 25 من 100 يبقى هقول كام؟ هقول 25 علامه 25 ملي رم سوري 25 ملي رم. عايز احولها لمين؟ للسيفر. انت احنا قلنا السيفر تساوي 100 رم، يبقى الرم يساوي 1 على 100 من السيفر، يبقى هقول ايه؟ هيساوي علامه 25 في
لو عايز احولها للصفر تبقى اشيل الملي، هقول 10 اس سالب كام؟ الملي سالب 3 في الرم بكام؟ بواحد على 100، يبقى ال 100 هتطلع ايه؟ 1 على 100 يبقى 10 اس سالب سالب 2، 10 اس سالب 2 اس سالب 2 ده كله ايه؟ صفر خلاص زي ما بناخدها احنا عندنا حسابات. هتساوي كام؟ يبقى هنا عندي 25، هنا 10 اس سالب 3 و10 اس سالب 2 بكام؟ ب 10 اس سالب 5. طب انا ممكن اكتبها اقول 2 و5 من 10 في 10 اس سالب 6 عشان اخذت في هنا اخذت سالب 1 سالب 10 صفر سهل. طيب حول لي 3 من 10 ملي سيفر اقول الى رم واثنين على الساعه، خلاص اقول علامه 3 من 10 كام ملي سيفر، اضرب في ايه؟ شيل ملي وحط مكانها 10 اس سالب 3 في السيفر تساوي كام رم؟ في 100 رم، يبقى هتساوي كام؟ هنا 10 اس سالب 3 هنا 100 هتبقى 10 اس سالب 1 هتساوي علامه 003 رم، خلاص 10 سهله بالاله الحاسبه. طيب يبقى دي اللي اتكلم معانا الدكتور فيها عشان نبقى فاهمين قبل ما نتكلم على حاجه اسمها الجرعه الايه اللي اتكلمنا عليها، الجرعه الفعاله والجرعه الايه المكافئه. هنا بيقول لي احسب الجرعه الفعاله الناتجه من جرعه مكافئه 5 مللي سيفر على الاعضاء كذا، خلاص تحسبها برضه ايه؟ اوتوماتيك مش محتاجه فيلم، هتقول والله انا عندي في الايه؟ ال 5 مللي سيفر 5 مللي، هضربها في ايه؟ في الجرعه بتاعت الويت فاكتور بتاع الجلد، ادخل على الصفحه اللي قبليها وين الجلد اهو الجلد الويت فاكتور 1 من 100 يبقى هقول 5 ملي في 1 من 100 تديني ايه القيمه بتاعتي 5 من 100 ملي سيفر وهكذا، يعني دي حسابه سهله ولازم تجي في الاختبار. طيب بعد كده الجرعه الفعاله الكليه، لو انت بيقول لك معانا لا قدر الله عندي عامل او فني وتعرض لجرعه لاكثر من 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 تعرض اشعاعي، تعرض مثلا بعنصر مثلا من الفا تعرض داخلي في منطقه معينه، تعرض من بيتا في منطقه معينه في جسمه، تعرض من جاما في منطقه معينه من جسمه، احسب لكل واحد واضرب في الويت فاكتور بتاعه، يعني اقول هنا مثلا مثال ايه الجرعه المنتظمه مكافئه قدرها 5 مللي سيفر على الجسم كله، ابدا بحته جزء جزء، اقول والله على الجلد 5 في 1 من 100، الخمسه في الثيرويد في الغده الدرقيه في 5 من 100، ده كله موجود عندي القيم دي انا ما بحفظهاش مش محتاج ان انا ايه احفظها. بعد كده في حاجه اسمها الجرعه المكتسبه، ان هو ازاي بيقول لي اللي هو في الحمايه من الاشعاع، احنا بيكون عندنا قبل ما نبدا كلنا قبل ما نبدا نعمل في المجال الاشعاعي سواء عمال فنيين مسؤولي حمايه بنعمل حاجه اسمها كشف طبي. الكشف الطبي ده بيعمل لي عمليه ايه؟ يشوف العمليات البيولوجيه بتاع جسمي سواء العد كرات الدم الموجوده في جسمي، خلايا الجلد، النظر، ده كله كشف مبدئي. حتى لما انت بتدخل اختبار الهيئه قبل ما تدخل الاختبار بيقول لك اعمل لي كشف طبي. طيب عشان لو حصل اي تاثير من الاشعاع نبقى عارفين. فهنا بيقول لي ايه؟ الجرعه المكتسبه ان هو على الفتره الزمنيه، يبقى انا عندي عامل شغال لي 10 15 سنه بلقى كل سنه او كل 6 اشهر او كل 3 شهور بكون عاملين له حاجه اسمها ايه؟ كشوفات طبيه عشان نعرف ايه التاثيرات اللي حصل له ايه فيها. طيب فدي بنسميها الجرعه المكتسبه على الزمن.
ودي دايما انت كمسؤول حمايه ما بتهلكش الكشوفات الطبيه للعمال، لا بالعكس دي حتى بتبقى مش مسؤوليتك انت، بتبقى مسؤوليه الاداره. لان انت بكره هتروح شركه ثانيه او تروح مكان ثاني، لكن الاداره بتاعت العمل ده ما بتبقى خلاص ثابته، ويوم ما بتغير نشاطها الهيئه بتعرف تاخد منها الاوراق دي كلها برضه تديها لمكان ثاني لو كان حد هيتابع العمل. طيب فانا عندي لازم العمال ببقى عندي ايه الجرعات الايه التراكميه بتاعتهم، بنبقى عارفين هو عن طريق كارت التي ال دي الجرعات اللي خدها خلال السنه وخلال ال5 سنين، وهنتكلم عنها انه خلال السنه 20 مللي سيفر، خلال ال5 سنين ما تزيدش عن 100 مللي سيفر. الجرعات اللي بيكتسبها العامل دي كلها بتعد ايه عليه كل السنين بنشوفها له عشان ايه نشوف التاثيرات الايه البيولوجيه على جسمه. ده مثال سهل وبسيط مش محتاج تفكير. هنا بيقول لي بعد كده امتى يتحول الاشعاع ده كخطر؟ كخطر اول شيء في جزئيه احنا هنقولها انه الاشعاع ده مش زي ما الناس متخيله ان هو عباره عن الوجه الثاني من السرطان، يعني الناس كلها بتتخيل كلمه اشعاع مقابل لها كلمه سرطان. ده كلام طبعا مش حقيقي يعني او مش دقيق، لان اول حاجه كسرطان اصلا ما حدش يعلم ايه هي العوامل المؤثره. احنا كل الناس بتجتهد، العلماء بيجتهدوا يقول لك والله العوامل اللي تؤثر على السرطان زي العوامل التلوث، زي المخدرات، زي الخمره، زي مش عارف ايه، زي التوتر العصبي، زي العوامل الفيزيائيه زي اللي موجوده اللي عوامل فيزيائيه زي الاشعاع، زي التلوث البيئي، زي التلوث الغذائي، دي كلها عوامل قد تؤدي الى سرطان. لكن الاشعاع عشان انا اقول والله ان في الاشعاع هو مؤدي للسرطان، لازم كل الناس عملت ابحاث على البشر وشافوا ناس معرضه للسرطان، معرضه للاشعاع، وبعد فتره زمنيه جالها ايه مرض السرطان. ده الكلام ده مش واقع، لانه اصلا ما حدش يقدر يعمل تجارب اشعاع على البشر. ليه؟ لان انا عندي انا رايي كشغال مسؤول حمايه او شغال فني او عامل في المجال الاشعاعي، ما انا اشتغلت الصبح النهارده من الساعه 8 لغايه الساعه 4، وجيت روحت البيت، وبعد كده رحت الجنينه، وبعد كده اتفسحت، ويوم الجمعه اخذت اجازه، وجيت في شهر رمضان ده اخذت اجازه، وانا وماشي اصلا كنت باكل اكل ملوث او اكل باكل صحي. فما فيش عشان اعمل تجربه على بشر او على اي انسان لازم اثبت العوامل الخارجيه واخلي عامل واحد بس المتغير. يعني ايه؟ انا عايز اعرف تاثير التدخين على خلايا مثلا الكرات الدم البيضاء، يبقى هاثر على ما ينفعش اثر على الانسان، لان الانسان اصلا الفتره الزمنيه بتاعته كبيره، يعني عشان يحصل عمليه انتاج جيل وجيل او جيلين مثلا في البشر محتاج اكثر من 100 سنه. تمام؟ لكن احنا دايما التجارب الاشعاع او تجارب التدخين او تجارب ده كله بتتم على فئران التجارب، ودي مش دلاله اكيده على علاقه الانسان. تمام؟ لذلك حتى لما بنيجي نعمل العلماء بتوع المجال الطبي بيجي يعمل ابحاث على دواء معين على جسم الانسان، بيجي يعمل ايه؟ يقول احنا عايزين متبرع، حاجه اسمها متبرع، يعمل ايه؟ لاختبارات اكلينيكيه او الاختبارات السريريه. يقول لك والله احنا كورونا عشان الظرف اللي موجودين فيه ابحناه مع اختبارات سريريه لمده 5 6 اشهر. لكن الطبيعي الاختبارات السريريه لاي دواء ممكن تستمر 10 سنين. فنفس الشيء لما باجي يعملوا له عليه اختبارات سريريه بيبقى هو الشخص ده اللي هياخد له 50 ولا 100 الف ريال او دولار عشان يعمل عليه الاختبار، بيبقى تحت امر المستشفى، ما بيعملش ولا حاجه، ياكل ويشرب اللي هو يقولوا له عليه. تمام؟ عشان يقدر يشوف تاثير الايه العلاج ده عليه. في الاشعاع انا ما اقدرش اقول لواحد عامل عندي اقول لا انت عشان نشوف ايه هيحصل الاشعاع ما تتحركش، استمر في العمل بتاعك ليل نهار، لا ما مش واقع. تمام؟ ف الاشعاع فيه خطر، لكن مش هو خطر دلاله على انه خطر مستمر او انه دايما اللي هيتعرض على الاشعاع هياخد يجيله مرض زي مرض السرطان.
فعشان كده باجي عندنا ايه، بيعمل حاجه اسمها statistical او احتماليات. احتماليات ايه؟ probability، احتماليه لمرض معين او احتماليه اللي يتعرض للاشعاع هيحصل له ايه. فبيجي يعملوا ايه دايما الهيئه، هي ده الرقابه النوويه والاشعاعيه اللي هي بتتحكم فينا في المملكه مثلا، وبعد كده الطاقه الذريه اللي بتتحكم في العالم كله. الهيئه تيجي كل 6 اشهر او كل سنه تقول لك هات لي، بتاخد منك معلومات كمسؤول حمايه، كم واحد شغال عندك، كم واحد اخذ الجرعه، هات لي القياسات بتاعت التي ال دي وتاخدها وتعملها في فايل لوحدي، تاخد الكشوفات الصحيه اللي انت بتعملها على العاملين اللي عندك، ودي كلها تيجي تبعتها تقول والله احنا عندنا كمملكه في 20 عامل في المجال الاشعاعي، منهم ولا حد الحمد لله ما في واحد فيهم جاله سرطان، عشان يقول ان هو السرطان نتيجه من الاشعاع بيسموه سرطان لوكيميا، يعني سرطان في الدم، وبعديه يحدث وفاه لازم. ده عشان يقدر يحسبوه ان هو نتج من تعرض اشعاع. الوكاله الدوليه لما بدات تجمع الداتا من كل دول العالم لقت انه واحد من كل 10,000 واحد يعمل في المجال الاشعاعي احتمال انه يصاب بالسرطان، احتمال مش مؤكد، تمام؟ فاحنا عشان كده بناخد ايه؟ حاجه اسمها قيمه احتماليه، والقيم دي ممكن تتغير كل سنه، عشان كده دايما المفروض انه يبقى في ايه؟ في تواصل مع الناس، انه حاليا مثلا بيقول لك المملكه واغلب دول العالم انه اقصى قيمه للعامل في المجال الاشعاعي ياخد 20 مللي سيفر، تمام؟ في السنه. بس لو اخذ 50 مفيش مشكله، بس خلال ال4 سنين المتبقيين ما يكملش، خلال 5 سنين توتال مع بعض اكثر من 100 ايه؟ من 100 مللي سيفر. طيب. فاحتماليات دي كلها ازاي الجرعه تتحول الى خطر او كذا، بتضرب القيمه لكل شخص. مثلا بيقول لي انا عندي شركه مثلا فيها مثلا 10,000 عامل او 100 عامل مثلا، منهم 20 اخذ جرعه 50 مللي سيفر، ومش عارف مين اخذ 20 مللي سيفر، و15 اخذوا 10 مللي سيفر، وسبعه اخذوا كذا، تضرب كل واحد في القيمه بتاعته، يعني السبعه نضربهم في ال 10 مللي سيفر وتجمع وتضرب، وبعد كده هتضربها في القيمه بتاعتي اللي هي 1.7، ده كلها ضرب، يديني ايه الخطر المميت بتاعي كنسبه موجوده. طيب عشان ودي هنشرحها برضه في المسائل يوم الخميس لو ربنا ادانا معاهم. انا يبقى انا اتكلمت على المخاطر بتاعت الاشعاع اللي جايه دي كلها، عشان احمي نفسي منها زي ما قلت معايا 3 حلول لا علاج لهم. اول شيء انواع الاشعاع بتاعتي دي الفا بيتا جاما. الفا دي ملهاش خطر، انا كمجال شغال في المجال الصناعي ملهاش تاثير عليا، الفا ملهاش تاثير عليا، ليه؟ لان هي ما بتتحركش من الكوبايه اللي موجوده فيها. طيب حلو. بيتا ليها تأثير وخفيف شوية لأن هي بتتحرك مسافات كبيرة، تمام؟ جاما وإكس راي والنيترونات تأثيراته موجودة حسب الطاقة، حسب إيه الطاقة بتاعتهم. بس طبعا بيصنفوا في المجال الصناعي تأثيرهم أشد، عشان أنا دايما في المجال الصناعي بستخدم أشعة جاما أو جسيمات بيتا اللي ليهم او نيترون اللي ليهم طاقات عاليه. اشعه الجاما دي بتبقى ليها طاقات عاليه زي اللي موجوده في ايه، في اجهزه التصوير الصناعي الاشعاعي. عشان اتحكم في الاشعاع فاول شيء لازم اعمل ايه، اقل فتره زمنيه بينه وبين الاشعاع. فقال لي ايه، قال لي انا عندي الجرعه المكتسبه نتيجه لي معدل جرعه مقداره دوز، كل ما بعد زمن، يعني لو قال لي انا ايه، يمكن شرحها الدكتور سعد امس او شيء لما قال لكم في الجهاز بتاع الديتكتور او الكاشف بيطلع لي معانا حالتين، يا اما بيقيس عدد الاشعاعات الطالعه اللي هو نمبر، او بيقيس معدل الجرعه المكتسبه من الاشعاع. يعني ايه؟ يقول لي والله الجهاز ده اول ما يقيس يقول لي اه المكان اللي انت فيه ده بيطلع 10 مايكرو سيفرت في الاور في الساعه. اه طب يبقى معناها بدام 10 مايكرو سيفرت في الساعه، لو قعدت جنبه ساعتين هاخد كام؟ هاخد 10 في 2. قعدت جنب الجهاز ده 3 ساعات يبقى 10 في 3، يبقى كل ما تزيد المسافه هتبقى الايه؟ الجرعه المكتسبه تبقى ايه؟ تزيد. فدي اسمها علاقه طرديه بين الزمن والجرعه المكتسبه عندي. طب المسافه يعني زي كده مثلا بيقول لي عندي جسم انسان معرض لجرعه مقدارها مثلا
5 مايكرو سيفر في الساعه. بعرفها ازاي؟ ان الجهاز بتاع احنا ممكن نعرفها برضه بالحسابات، وهناخدها لوحديها ان شاء الله. لا يا ابو هاب، الحد الاقصى 50 ملي سيفر في السنه، بس بعديها انت هو الحد الاقصى 20 ملي، تمام؟ لكن لو حد اخذ حد اكتر من 20 وصل لغايه ال 50، ياخذ 10 خمس سنين ورا بعضهم. يعني لا قدر الله سين من الناس اخذ جرعه في 2019 مقدارها لظروف معينه وصلت ل 50 ملي سيفر. طيب انت كمسؤول حمايه بتقول له اه انت خلي بالك السنه الجايه ان شاء الله جرعتك لا تزيد عن 10، لا تزيد عن 10. يبقى في الاربع قياسات بتاعتي كل مره في الثلاث شهور يكون 2.5 مللي سيفر. طيب زادت عن 10، اقول له لا خلي بالك السنه اللي بعديها هتقل، عشان انا عندي 2019 كان 50، 2020، 2021، 2022، 2023، دول 5 سنين متصلين مع بعض. في الحالة دي أحسب له أقول التوتال لا يزيد عن 100. طب لو هو كان في 2018 20 و2017 20 و2015 16 20، الله، يبقى 2016 كان 20 و17 20 و18 20 كده كام يا ابو هاب؟ كده 60. وفي 2019 كان 50، يبقى 60 و50 كده 110. في الحاله دي اقول له لا السنه الجايه انت اجازه، روح اشتغل اي عمل اداري. لو انا موظف عندي في المستشفى او في المصنع في الشغل بتاعي، اقول له انت هتشتغل اي شغل ثاني بس ما فيهوش اشعاع. في الحاله دي اللي انا همنعه فيها. لكن لو كان، عشان كده دايما انا بحسب ال5 سنين قبل وبعد، قبل وبعد. لسه هنتكلم عليها الدروع، خذ بنصيبك صبر يا عم عبد الوهاب الله يبارك لك. تمام يا سيد عبد الوهاب، بيقول لي انا عندي الجرعه واحد نعم. عندي بوضح سؤالي، انا عارف الدكتور اذا وصل الى 50 خلاص، يعني اذا في السنه الواحده وصل الى 50 ملي سيبر المفروض يوقف بعدها. هل انت يعني كلامك انا فهمته انه لا المفروض ما يوصل الى 100، يعني خلال 100 خمس سنوات، يعني انه هو لسه يقدر يكمل لكنه يكون جرعه اقل. تمام. لو هو انا اللي شرحته يا ابو هاب، لو كانت مثلا انا حديها مثال، انا قلت في 2020 حسن كان واخد جرعه مقدارها، خلينا سين من الناس واخد جرعه مقدارها 50 ملي سيفر، تمام؟ لو هو لسه شغال في البدايه باول يوم اشتغل عندي وفي 2020 لسه بيشتغل، هعدل له بعد كده 2021 و2022 كده 3 سنين، 2023 2024 كده 5 سنين مع بعض. في خلال ال5 سنين دول التوتال لا يزيد عن 100، يبقى اخذ 50 في 20، باقي ال4 سنين كلهم ما يزيدوش عن 50 مع بعض. حلو. طب لو هو كان اصلا شغال قبل كده وكان كل السنين السابقه بياخد الحد الكافي، يعني بياخد الحد الاقصى حد منها اللي هي ال20 كل سنه. طيب يبقى لو كان هو في سنة 20 50، طب سنة 19 كام يا باشمهندس؟ قال لي 19 كان واخد 20، سنة 18 كان واخد 20، وسنة 17 برضه 20. الله، يبقى دول كده 4 سنين التوتال بتاعهم 110، يبقى السنة الجاية ما ينفعش يشتغل عندي، عشان كده واخد ايه؟ كده وصل للحد الأقصى. فاحنا الهيئة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقول لي ايه؟ بتقول لي الحد الأقصى من الجرعات للعاملين في المجال الإشعاعي هي 20 ملي سيفر في السنة، وخلال 5 سنوات 100 ملي سيفر. يعني لو هو في سنة أخذ 15 وجاء السنة اللي بعدها أخذ 25، مش مشكلة لو خلال 5 سنين التوتال لا يزيد عن 100، وبحد أقصى في السنة 50 ملي، وبحد أقصى في السنة 50 من، يعني لو هو وصل لمرحله انه اخذ ال 50 هخليه يمشي في مجاله في شغله، بس التوتال بتاعه في خلال ال5 سنين اللي قبل وال5 سنين اللي بعد، اي 5 سنين معاهم السنه اللي هو قاعد فيها دي ما يعدوش ال 100. ها
فما اقدرش امشيه الا لما يكون هو العدد، او يعني احوله لعمل اخر الا لما يكون العدد بتاعه الاجمالي الجرعه المكتسبه بتاعته زادت عن ال 100 مللي سيفر. فهنا ده في الزمن خلاص بضرب مباشره، اقدر احول السرعه بتاعته. هنشوف هنا نفس السؤال ده اللي هو بيشرح لي ازاي انا الهيئه بتاعتي او الوكاله الدوليه او هيئه الرقابه النوويه والاشعاعيه بتشرح لي، بتقول لي ايه؟ بتقول لي انا اقصى جرعه عندي 20 ملي سيفرت خلال مين؟ خلال السنه. طيب يعني كام بالمايكرو عشان اكبرها؟ اقول يعني هشيل الملي واضرب في 1000 تتحول الى مايكرو سيفر، يعني تساوي كام؟ هتساوي 20000 مايكرو سيفر خلال السنه. ده مين ده؟ دي اقصى جرعه ممكن يتحملها احد العاملين في المجال الاشعاعي خلال سنه. طيب هل انا هنتظر؟ انا راي الشباب الاخر او الناس اللي شغاله في الان دي تي دي اللي بتاخد جرعات عاليه، هتقعد تستنى كل سنه او كل 3 شهور او كل شهر لما يجي كارت التي ال دي نعرف الحاج ده اخذ جرعه كام؟ طب ممكن يشتغل في شغل فجاه ياخذ جرعات بالملي سيفر بال 50 و60 ملي سيفر في 5 6 ايام. فعشان كده لازم ابقى عارف كل يوم المفروض الجرعه بتاعت العامل بتاعي كام. احنا في الطبيعي في العمل بنشتغل 8 ساعات في اليوم، الطبيعي بتاع بلادنا يعني في شغلنا. طب كم يوم في الاسبوع؟ تقريبا 5 ايام في الاسبوع. طب كم اسبوع في السنه؟ حوالي 50، عشان انا باخد بعد كده ممكن ناخد اجازه ومش عارف ايه ونتفسح. فبالتالي انت بتشتغل حوالي 2000 ساعه. الطبيعي يعني ده المتوسط. ما دام 2000 ساعه وانت اقصى جرعه عندك ممكن تتحملها هي 20000 مايكرو سيفرت، 20000 مايكرو سيفرت في كام؟ في 2000 ساعه، خلال 2000 ساعه. يبقى معناها دي ايه؟ معناها ان انا ال 20000 على ال 2000 هتساوي 10 مايكرو سيفرت خلال الساعه. يبقى انا عندي الشباب اللي شغال في المجال بتاعنا الاشعاعي بيكون معاه بالاضافه لكارت التي ال دي اللي قاله لنا الدكتور سامي سعد امس، عنده حاجه اسمها كاشف الجرعات اللحظي او الاي بي دي. كاشف الجرعات اللحظي ان هو بياخد له جهاز هو ماشي لما يكون شغال، بالذات بتوع الان دي تي اول ما بيبدا الصبح يشغل الجهاز يصفر زيه زي القلم اللي شرحه لكم الدكتور سعد امبارح. تمام، يصفر الجهاز ده الكتروني ويبدا يعد. طول ما هو شغال يقول له يجي اخر اليوم يبقى عارف اخذ كام جرعه. لما انا باخذ في اليوم في الساعه 10 مايكرو سيفر، يبقى خلال اليوم خلال الدي لا تزيد كام؟ لا تزيد الجرعه بتاعتي عن 80 مش 8 ساعات مايكرو سيفر. طب انت بتشتغل كام في الاسبوع؟ في الاسبوع بشتغل 5 ايام، 5 في 80 يبقى 400 مايكرو سيفر. في السنه اللي هي تساوي كام؟ زي ما كتبناها 2000 مايكرو سيفر، 20000 مايكرو سيفر، 20000 خلال السنه 20000 مايكرو سيفر. طيب يبقى انا عشان اعرف العامل بتاعي، عشان اشوف القيمه اللي هو اخذها هل هي عالي او متوسط او ايه القيمه بتاعته الطبيعي، انا طبعا بدي له كارت التي ال دي. كارت التي ال دي ده زي اسم الشخص باسمه خلاص، الكارت مع المهندس محمد هو ما حدش ياخده وبيتكتب عليه اسمه. تمام، بقسمه له كل شهر لو انا بشتغل في الان دي تي، او كل 3 شهور لو بشتغل في اجهزه القياس النوويه. تمام، وبتجيني تقرير من الملك عبد العزيز او من المكان اللي فرغ لي الكارت فيه، اعرف ان هو اخذ كام الجرعه. طب اعرف ازاي؟ لو هو جاء قال لي والله ده اخذ في اول في القرايه دي اخذ 4000 مايكرو سيفر، حلو، اروح اقول اه
اقول دي كانت على السنه 20,000. لما انا بعمل القراءات 4 مرات في السنه كل 3 شهور، يبقى المفروض كل المره الواحده تكون اقصى حاجه 5,000. 4,000 دي حلوه. لو قال لي 1,000 ده يبقى ممتاز، قال لي 500 ممتاز، يبقى كده انا اقدر من كارت التي ال دي اعرف. بس هعرف امتى؟ هعرف بعد 3 شهور من التعرض بتاع الايه؟ الشخص اللي انا شغال معايا. طب بعد 3 شهور لو هو شغال في الان دي تي، ما ينفعش اعتمد على التي ال دي بس، لازم يكون معاه الكارت، معاه الاي بي دي او الجهاز اللحظي، وهو بتوع اجهزه القياس برضه معاهم. بديهوله ده لازم يشتغل بيه مع الستوب واتش، واحنا شرحها يوم الجمعه يوم الخميس ان شاء الله، يشغل عشان هو ممكن في خلال دقيقه واحده ممكن ياخد بالمايكرو سيفرت بالمئات، فعشان كده بيحسبها بالثواني، بحيث ان هو اخر اليوم نبص انت كده خدت النهارده 80، خلاص اوكي مش مشكله، ده اقصى شيء، لكن المفروض نقلل عن كده. يبقى ظبط نفسك وخليك سريع في الحركه، انت بتعمل بتركب الكالوميتر بتاع الجهاز بتاع الكاشف بتاع جامع، تبقى حركتك سريعه عشان تاخد الجرعه اقل. فدي اللي بنحسبها. هنا بيقول لي اذا كان احد العمال يقضي 40 ساعه في الاسبوع، اهي اللي هي 40 ساعه عباره عن 5 ايام في 8 ساعات كده 40، وفي 50 اسبوع في السنه في ال 50، يبقى معناه بياخد يشتغل كم ساعه معايا في الشغل؟ 2000 ساعه. طيب ويعمل بمصدر اشعاعي. لو هو سيبنا من كلمه قيد الجرعه، قال لي لو هو هيمشي في تبع الوكاله وتبع الهيئه الا يزيد عن 20، فرحت حسبت على 20، ادت لي انه اقصى جرعه ممكن ياخذها عمنا الحاج ده كام جرعه؟ 10 مايكرو سيفرت في الساعه. طيب لكن هنا في المساله دي جاء ذكر لي كلمه حلوه هنا، راح قال لي ايه؟ قال لي وكان قيد السرعه، قيد الجرعه سرعه. نفس الحكايه لما انت يقول لك ايه انت وماشي في الطريق، يطلع اللوحه يقول لك 120 كيلو متر في الساعه، بعديها بشويه يقول لك خلاص رجعنا لل 140 كيلو متر في الساعه، دخلنا على مدينه يقول لك لا السرعه لا تزيد عن 70 80 كيلو متر في الساعه. يبقى قيد لي السرعه اللي الطياره بتاعتي ولا السياره بتاعتي ماشيه بيها. فهنا تقييد الجرعه السنويه دي ايه؟ الجرعه اللي انت بتحددها لك الهيئه اللي انا بتحت هيئه الرقابه النوويه والاشعاعيه هي 20 ملي، لكن صاحب المستشفى او صاحب المصنع او صاحب الشركه بتاعتي من حقه انه ممكن يقول لا انا ال 20 دي انا مستكتره، انا مش عايز حد من العمال عندي جرعته تزيد عن 10. يبقى ده هو اسمه قيد الجرعه. الهيئه تقول له والله بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. لكن لو قال 21 الهيئه تمسكه وتعلقه من رقبته، لانه ممنوع ان يزود عن القيمه اللي مسموح بيها، لكن انت عايز تقلل وعايز تحافظ على البيئه وعلى الناس ما في مشكله، دي حاجه مش كويسه. طيب لما هو قيد الجرعه خلاها 10 مللي هيحصل ايه عندي؟ يبقى في الحاله دي هقول ايه؟ هقول ان اقصى الجرعه بتاعتي كان كام؟ 10 مللي، عشان اخليها بالمايكرو حدي 3 اصفار على كام الشغل بتاعه؟ هو بيشتغل عندي 2000 ساعه، يبقى هنا 10,000 على 2000 هتساوي كام؟ هتساوي 5 مايكرو سيفر خلال الساعة. يبقى أنا عندي العامل أقصى جرعة ممكن ياخدها في الساعة لا تزيد على 5 مايكرو لما أنا قيدت له الجرعة وخليتها 10 ملي سيفرت في السنة. طيب إن شاء الله تكون مفهومة، يعني مسألة سهلة وبسيطة. طيب بعد كده طبعا مسألة برضه حلوة ضرورية ما تفوتهاش. قال لي إيه؟ الشغل في الصناعي في المجال بتاعنا يا شباب الغد من ضمنها أنت بتشتغل، ممكن ناس تشتغل في إيه؟ في الغواصات، ناس تشتغل في البايب أو الأنابيب اللي بتعدي تحت البحار بتاعة الأنابيب الغاز، لأن ده كله بيلحم بيعمل عملية لحام ومحتاج لازم يعمل عملية إيه؟
قياس للحام ده يشوف العيوب بتاعت الصناعة. وممكن واحد يكون شغال في الصيانة، في صيانة الأجهزة، وقاعد في مكان مغلق مخزن، وبيضطر يفتح الجهاز ويعمل له صيانة، فبيتعرض لجرعة عالية. فلو أنا عندي لذلك يعني زي ما قلت من أمثلة، إن واحد في أنبوبة تحت المية، أنبوبة غاز، أنبوبة بترول أو كذا، لازم بيحسب بالساعة. فبيقول لي إيه؟ ما هو أقصى زمن يمكن أن يتواجد فيه إنسان عامل داخل مخزن معدل الجرعة بتاعتي فيه كام؟ 24 مليمية ملي سيفر. أروح أحولها إلى مايكرو، أقول 24 مليمية في 1000 هتديني 240 مايكرو سيفر. تمام؟ إيه مايكرو سيفر خلال إيه؟ دايما انا اول ما يقول لي معدل جرعه يبقى في الساعه، معروفه دي، يبقى في الساعه. لو قعدت جنب الجهاز ده ساعه هتاخد 240 مايكرو سيفر. طيب هو انت عايز يا باشمهندس الحساب في ايه؟ قال لي اقصى زمن يوجد فيه. طيب اقصى زمن يا سيدي الفاضل هو في اليوم، في الدي بيشتغل كام؟ 80. في الاسبوع في خمسه بيشتغل كام؟ 400 مايكرو سيفر. طيب لما يكون هو في الاسبوع بيشتغل سوري 400 ايه بيشتغل في الاسبوع اقصى جرعه ممكن ياخدها 400 مايكرو سيفر. يبقى اقول ايه؟ اقول ال 400 خلال الاسبوع اقسمها على معدل الجرعه لكل ساعه يساوي كام؟ في الساعة 400 على 240 يساوي كام؟ 1.6 كام ساعة في 60 دقيقة. يبقى يشتغل كام عندي العامل ده؟ يبقى أقصى شيء ممكن يشتغله عندي في حد جاوب ولا ايه؟ ايه ال 80 دي يا حاج يا شباب الغد؟ ليه كتبت 80 انا؟ مش انتوا هنا في المسألة دي اهي؟ لما اتكلمنا على عدد الساعات بتاعتي، لما جيت شرحت المساله دي قلت انه اقصى جرعه مسموح بها كانت عندي 20 مايكرو سيفرت، اللي هي سمحت لي بها الوكاله الدوليه 20 ملي سيفر. تمام؟ ال 20 ملي سيفر يا سيدي تمام اللي هي كام؟ يعني 20000 مايكرو سيفر. تمام؟ ده متصرح فيه لي انا كعامل في المجال الاشعاعي. العامل في المجال الإشعاعي بيشتغل قد إيه؟ قلت بيشتغل 8 ساعات في اليوم. كم يوم في الأسبوع؟ 5 أيام. كم أسبوع في 50 أسبوع؟ لقيت هتساوي كم؟ هتساوي 20000 على 2000 ساعة اللي بيشتغلها الإيه؟ الشخص بتاعي أي عامل طبيعي. بالتالي لقيت حسبتها تساوي 10 مايكرو سيفرت خلال الساعة. حلو كده يا حبايبي؟ ال10 مايكرو سيفر في الساعة. طب انت مش انت من دقيقتين بتقول لي هو بيشتغل 8 ساعات في ال10 مايكرو هتساوي كام؟ هتساوي 80 مايكرو. يبقى في الايه؟ في اليوم، ان هو المفروض في اليوم لا تزيد الجرعة بتاعته عن 80 مايكرو سيفر. طب ما دام بيشتغل كم يوم في الأسبوع؟ الطبيعي يشتغل 5 أيام، يبقى كل يوم 80 في 5 أيام عمل يساوي 400 مايكرو سيفر. فال 80 جت لي من أن أقصى جرعة متاحة للعامل خلال الساعة هي 10 مايكرو، دي أقصى جرعة. تمام؟ ولما بيشتغل 8 ساعات يبقى أقصى حاجة عندي 80 مايكرو. وبدل بيشتغل 5 أيام يبقى أقصى شيء في الأسبوع 40 مايكرو. وصلت؟
وصلت يا شباب؟ طيب. لما انا جيت رحت بعد كده هنا بيقول لي ايه؟ خلاص ال 80 مايكرو في الساعه، 80 مايكرو في الساعه في اليوم، سوري، 80 مايكرو دي في اليوم. هنا كام الجرعه كل يعني هو قاعد جنب الجهاز، ها عندي هالجهاز ها بيطلع اشعاع مقداره 240 كام ملي مايكرو سيفر خلال الساعه. طيب الطبيعي عندي هو كام في اليوم؟ لو هو هنا في المسألة دي عايز يحسب لي يقول لي اليوم الواحد يشتغل قد ايه؟ أقول ايه؟ أقول عندي هو أقصى جرعة للعامل ده في اليوم كام؟ 80. دي أقصى حاجة عندي. ال 80 انتوا فاكرين القانون بتاعي اللي هو معدل الجرعه الدوز بتساوي الجرعه الفعاله الناتجه، معدل الجرعه الناتج من الجهاز مضروب في زمن التعرض، صح كده؟ طب اقصى جرعه عندي كام حسبتها؟ 80. الجهاز الراديشن بيطلع منه كام؟ بيطلع منه 240 مايكرو في الساعه في الزمن اللي انا مجهول عندي كده. يبقى الزمن هيساوي 80 على 240، يساوي كام 80 على 240؟ يساوي علامة 3 ايه اور، عشان احولها اضربها 60 اللي هي الاور فيها كام؟ 3 من 10 في الدقائق هتبقى حوالي كام؟ هتبقى 20 مينتس اقصى شيء. يبقى العامل ده ما يقعدش جنب الجهاز او في المكان ده غير كام؟ غير 20 دقيقه، اللي هي ايه؟ عشان تبقى تمام يا ابو، عشان تبقى الامور ايه؟ مظبوط. المساله دي لازم في الامتحان ان شاء الله يعني ربنا يديها العون. طيب يبقى انا عندي قانون سهل بيقول لي الجرعة التي يكتسبها العامل في المجال الإشعاعي بتساوي معدل الجرعة الناتج من الجهاز لكل ساعة مضروبة في عدد ساعات إيه؟ تواجده جنب الجهاز. يبقى معدل الجرعة دي يساوي جرعة الراديشن الناتج من الإشعاع مضروب في الزمن. طب الدوز كام عندي؟ أقصى حاجة حسبتها لكم إن هي ما تزيدش في اليوم عن 80 ملي مايكرو سيفر. طب الجهاز بيطلع لي 240؟ في زمن انا ما اعرفش يقعد قد ايه. خلاص يبقى الزمن هيساوي 80 على 240 تديني ايه؟ تديني 20. طيب سهله ان شاء الله يعني تكون. كم ساعه يسمح بها بتواجد عامل جنب على جهاز اختبارات الكثافه اللي هو النيكولر جيجز ذو معدل جرعه مقدارها 240 سيفرت في الساعه؟ دي من حتى من غير حساب بس نحسبها. طب هو بيطلع كام؟ عايزين نعمل كام ساعة؟ هو الدوز القانون ها قلناها، حد جابه على كده قال ساعتين، لا 33 في 60، سوري، لا 33 يا عبد الله يا عبد الوهاب انت ضربت في 100، لا الساعة فيها 60 دقيقة، فهضرب 33 من 10 في 60 هتديني 20 دقيقة تقريبا. طيب هنا بيقول لي الدوز تساوي معدل الجرعة الناتجة من الجهاز مضروب في الزمن. الدوز بتاع كم ساعة يسمح بها بتواجد عامل؟ الدوز بتاعي خلاص للعامل ده لا يزيد عن 80، هال 80 تساوي 40 اللي هو أقصى طاقة إشعاع طالع من الجهاز النيوكلير جيجز مضروبة في الزمن. يبقى الزمن هيساوي 80 على 40 هتساوي كام؟ ساعتين 2 أور، ما يشتغلش أكثر من 2 أور جنب الجهاز نفسه. سهل ان شاء الله. مفهوم يا شباب ولا في شيء مش مفهوم؟
يبقى اول علاقه تؤثر على الاشعاع عندي اللي هي الزمن، اني ابعد اقلل الفتره الزمنيه بتاعتي اقل ما يمكن، هرتاح والناس ترتاح مني وارتاح منهم. طيب ثاني حاجه قال لي المسافه، خلي بينك وبين الجهاز مسافه. الشباب انت بتشرح للفني بتقول له انت اول ما ترفع الدراع عشان يبتدي قياس في اجهزه القياس طير وابعد عنه 3 ولا 5 متر، خلاص بعد. يبقى كل ما تزيد المسافه عشان العلاقه بين الاشعاع والمسافه علاقه عكسيه، الار بتساوي واحد على تتناسب مع واحد مع مربع المسافه. فبالتالي الدوز معدل الجرعه المكتسبه في مربع المسافه يساوي معدل الجرعه المكتسبه في مربع المسافه الثاني، تمام؟ اسمها علاقه ايه؟ مربع عكسي. طيب فعندي قال لي قانون التربيع عكسي، الله يبارك فيك. قال لي معدل الجرعة عند 2 متر من مصدر الأشعة الجامعة هو 125 مايكرو سيفر في الساعة. عند أي مسافة يبقى هو عند أي مسافة تكون فيها إيه؟ المعدل الجرعة 5، أقول آه أنت كام هنا؟ 125. في كام المسافة بتاعت ال 125؟ في 2، بس 2 تربيع يبقى في 4 تساوي. كام الجرعة اللي أنت الجديدة اللي عايزها؟ عايزها تكون 5 في مربع المسافة تربيع، أنا ما أعرفهاش، يبقى هقول 125 في 4 على 5، 125 في 4 على 5 تساوي 100، آخد الجذر التربيع بتاعها تبقى الدي بتاعتي تساوي كام؟ تساوي 10 متر. لما أنا أبعد عن الجهاز اللي هو بيجيب 125 مايكرو سيفر في الساعة بعدت عنه 10 متر حتوصل لنسبة مقبولة شوية، تبقى كام؟ تبقى 5 مايكرو سيفر. طيب تعويض ايه؟ مباشر. وحد الله وصلوا على سيدنا محمد بن عبد الله. يبقى انا عندي كم قياس، كم حاجه احمي نفسي بها من الاشعاع الخارجي؟ 3 حاجات. 1 الزمن، ابعد. 2 اقعد اقل فتره زمنيه. 2 المسافه، اكبر مسافه ممكنه. 3 اللي هيشرحها لنا الدكتور نصار بعد غدا، اللي هي الدروع، الشيلدرن. في الدروع احنا دلوقتي وصلنا دي صفحة 20 125. في الدروع يا شباب الغد بنعمل ايه؟ ناخد فكرة عنها عشان الجزئية الثانية دي اللي فوتها دي عايز لها يوم لوحده، ايه تكون صحيين وشاربين قهوة ونسكافيه وشاي، 3 مع بعض تلخبطوهم يعني. لكن انا عندي ثالث جزء عشان احمي نفسي من الاشعاع الخارجي، استخدم درع. طب استخدم الدرع اقول ايه؟ قال لي مش كل درع هيناسب كل صنف من الاشعاع، مش احنا مصنفين الاشعاع، عندي الفا، عندي بيتا، عندي جاما اكس راي، وعندي نيترون. قال لي الفا مش محتاجه حاجه، هي حتى لو جات قريبه من يدك ما دام ما لمستهاش مش هتاثر عليك، مش هتوصل اصلا بالمليمترات في الهواء. طيب بيتا محتاجه ماده تعمل لها عمليه ستوبنج توقفها. لما احنا شرحنا في المحاضره اللي فاتت من شويه من ساعتين قلنا البيتا احتماليات تصادمها مع الماده مع الذره، يا اما هتصطدم بالنواه، يا اما هتمشي جنب، لو اصطدمت بالنواه خلاص ملهاش قيمه مش هسيبها انا، يا اما هتصطدم بذره بالالكترونات فتديها مقدار من الطاقه وتخلي الالكترون يتحرك لمدار اعلى ينتج عنها اشعه اكس راي ايه مميز، او ان هي تمشي جنب النواه والنواه تاثر عليها بقوه جذب تعمل عمليه انكباح اللي هي اشعه اكس راي انكباحيه. يبقى كده معانا كام حل؟
يعني لو انا بيت يا شباب الغد جبت ماده زي مين؟ ماده زي الرصاص، ماده زي الرصاص، الرصاص ده يعتبر هيفي ميتالز، عناصر ثقيله. الرصاص اللي هو ها، الرصاص اللي هو في مدار ومدار ثاني ومدار ثالث ومدار رابع، عشان في 80 حاجه و82 الكترون. شوفوا الرصاص اللي فيه كل الالكترونات دي اللي انت شايفها، هنا الكترونين وهنا 8 وهنا 8 اها دي 8 8. طيب وهنا 16 32 في اللي بعديها 16 و32. الله، شايف الزحمه دي كلها؟ ده كله في الرصاص. طب ما دام فيها 82 الكترون، فيها كم بروتون يا شبابنا؟ اللي فيها 82 الكترون فيها كم بروتون؟ فيها 82 بروتون. يبقى انا الرصاص اللي ها شايفين الزحمه بتاعته ده ازاي هو ماشي في الشارع ده؟ انت وماشي هتخبط فيه. هنا في الرصاص في 82 ايه؟ 82 بروتون. يعني ايه؟ اي الف كمصدر خارجي ما لهاش علاقه، ما لهاش خطر. تمام ممتاز. طيب ما دام عم العباب بيقول لي انا عندي 32 بروتون، يعني ايه 82 بروتون؟ يعني 82 مغناطيس موجب، 82 مغناطيس موجب. طيب وانت عندك، طب كام العدد الذري بتاع الرصاص كام؟ انت اثنين ماشي، بدي اتكلم عن النيترونات، لا احنا خلينا على البروتون، بتكلم على البروتون. طيب 82 بروتون، طب عندي هنا بيتا اللي ماشي، اللي ماشي دي اهي، خليها بلون. بيتا اللي ماشي دي اهي، اول ما مشيت جنب ايه؟ جنب ال 82، ال 82 مغناطيس موجب، ايه هيحصل وهي شحنتها سالبه؟ هيحصل ان تاثر عليها ويعمل لها انكباح وتطلع منها ايه؟ اشعه اكس راي انكباحيه كثيره. طب انت حطيت الدرع ده ليه؟ السبب ليه احنا حطينا درع؟ عشان تحمي نفسك من بيتا، بيتا دي عباره عن اشعاع. طب انت تروح تحط درع من الرصاص لبيتا، لبيتا من الرصاص ويطلع لي اشعه اكس راي، يبقى انت حميت نفسك من 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 اسد وطلع لك النمر، ملهاش فايدة. طيب بيتا لما هي ماشية في الرصاص ده اللي فيه عدد الإلكترونات كثيرة، احتماليات التصادم هتبقى إيه؟ احتماليات التصادم أكتر، هتصطدم بالإلكترون ده يهرب يطلع لمدار أعلى ينزل تاني يطلع لي أشعة إكس راي مميزة. يبقى بالتالي ما ينفعش أستخدم الدروع لبيتا تكون دروع ذات اعداد ثقيله او اعداد ذريه كبيره او هيفي ميتالز، لان ده هينتج لي بدل بعد ما حميت نفسي من بيتا نتج عنها اشعه اكس راي، يبقى بدل ما افيد نفسي ضريت نفسي ثاني. بالتالي بيتا محتاجين ماده تكون العدد الذري بتاعها قليل عشان ما يعملش عمليه جذب عالي البيتا لما تبقى ماشيه قريبه من النواه، فما ينتجش اشعه اكس راي الانكباحي. يكون العدد الذري بتاعها قليل عشان احتماليات التصادم تبقى اقل. فبالتالي بيتا محتاجين عنصر خفيف زي البلاستيك. تمام؟ عشان اول شيء ان هو بدم البلاستيك، المواد الغير ميتالز او مش فلزات،
احتماليات ان هي محتاجه طاقه عاليه عشان تعمل عمليه انتقال من من مدار لمدار اخر، فينتج لي اللي هو ايه الفوتو الكتريك. فبالتالي تفاعلات بيتا مع الالكترونات في البلاستيك بسيطه ومش هتطلع اشعه اكس راي. البلاستيك عشان العدد الذري بتاعه بيبقى صغير جدا، مش هيبقى فيه احتماليات الايه الجذب للاشعه هنا عندي لجسيم بيتا ينتج عنها اشعه اكس راي انكباحيه. فبالتالي بيتا عشان احمي نفسي منها، لا بيتا محتاج ايه؟ محتاج عنصر يكون خفيف زي مين؟ زي البلاستيك. وعرفنا السبب. طب جاما واكس راي، جاما واكس راي لو مشت لو قريبه خالص من النواه ما شافتهاش هتعدي، لو قريبه خالص من الالكترون وما لمستهاش هتعدي. يبقى جاما لو انا كنت واخد الماده الخفيفه اللي انا كنت جايبها للحاجه بيتا اللي هي ها فيها مدارين فيها ثلاث اربع الكترونات، جاما هتمشي ماشيه فيها زي الايه السكينه في الحلاوه الطحنيه، ماشيه فيها زي الهواء كده. عشان كده اروح اعمل لجاما اعمل لها كمين، اروح اخليها تعدي في مواد عدد الالكترونات فيها كتير خالص، فهي وماشيه لو عدت من اول واحد وعدت من الثاني هتصطدم بالثالث، ما عدتش ما اصطدمتش بالثالث تصطدم بالرابع تصطدم بالخامس. فعشان كده لما انا اعمل حمايه للاشعاع من مصادر جاما او مصادر اكس راي بستخدم الرصاص كماده هيفي ميتالز او ماده ثقيله عشان احمي نفسي منه، عشان عدد الذري بتاعه الكبير احتماليات التصادم هتبقى اكتر، فبالتالي يحصل عمليه ستوبنج للراديشن الناتج من ايه من جاما. طيب يبقى كده ايه الفا خلاص مش عايز لها، بيتا ركبت لها ماده خفيفه زي البلاستيك او ممكن حتى اي ماده تكون وزنها الذري بتاعها خفيف حتى لو كانت الومنيوم ممكن يجيبها لك كمثال في الاختبار. طيب يعني بيستخدم البلاستيك او الالومنيوم ممكن كماده ايه العدد الذري بتاعها قليل، لكن جاما والاكس راي محتاج لازم يكون اعداد ذريه كبيره بنسميها هيفي ميتالز عشان يبقى احتمالات التصادم والوقف ليها هتبقى ايه اكتر. طيب جميل. طب النيترون، النيترون يا سيدي الفاضل زيه زي جاما وزي الاكس راي، هو ماشي في الشارع ما شافش حد مصاب، بس انا محتاج النيترون زي ما قلنا احنا انواع، في سرعات الحراري والبطيء والسريع وكل واحد حسب الطاقة بتاعته. اللي موجود عندي أنا في جهاز زي جهاز النيوكلير جيجز مثلا، جهاز النيترونات سريعة، أنا محتاج إيه؟ مش قلت امبارح إن النيترون ده الكتلة بتاعته مشابهة لكتلة البروتون، فلما يكونوا عربتين نفس الحجم وماشيين بسرعات هيتصادموا مع بعض هيحصل عملية تشتت مرن، فيتحول النيترون اللي كان ماشي بسرعة 140 كيلو متر في الساعة بعد التصادم أصبحت السرعة بتاعته 5 ولا 10 كيلو متر في الساعة. تمام؟ فعشان كده عشان أعمل أحمي نفسي، لأن أنا حتى لو عدى خلي بالك النيترون لو ما تصادمش تصادم مباشر مش هيوقف، فعشان كده اروح اعمل له ايه؟ اروح اجيب له عناصر او ماده يكون غنيه بماده يكون فيها البروتون واحد اللي هي اسمها الهيدروجين، بحيث ان هي يحصل تصادم مرن بين البروتون والنيترون يبدا يتحول الى نيترون حراري او نيترون بطيء، تاثيره على جسم الانسان بيبقى خفيف، تاثيره على جسم الانسان هيبقى خفيف. بنستخدم احنا في الجهاز عندي انا مثلا لو كنت بتكلم على جهاز زي جهاز النيوكلير جيجز مثلا، بيبقى عندي المصدر المحمي من الرصاص عشان الجاما، ومحمي من اشعه من ماده زي اسمها شمع البرافين عشان النيترونات،
ومحمي برضه بالبلاستيك عشان اصلا السيزيوم بيطلع بيتا، مع بيطلع ايه؟ بيطلع لي جاما. طيب فبالتالي النيترونات انا لما باجي اعمل عمليه حمايه، ممكن يشرحها الدكتور نصار افضل مني، بروح اعمل حمايه ثلاثيه. الاول احط له شمع البرافين يتحول الى حراري، احط له حاجه اسمها كادميوم، ماده اسمها الكادميوم، وبعد كده لو بتطلع منها اشعه جاما بسيطه شويه راح احط قدامها الرصاص، خلاص عملت حمايه شامله من مين؟ من جاما ومن بيتا ومن النيترونات. دي الجزئيه البسيطه بتاعت مين؟ بتاعت الدروع. وطبعا هي هنبدا عشان طبعا احنا كمسؤول حمايه من ضمن المهام بتاعتنا، ممكن ناجي يقول لي صمم لي مخزن، فانا عشان اصمم المخزن محتاج اعمل ايه؟ عايز اعرف السمك بتاع الماده اللي انا هستخدمها في المخزن. انت هتعمل المخزن من الخرسانه مثلا، هل هتحط فيها رصاص؟ طب هنحط الرصاص سمكه كام عشان يقدر يكون مناسب؟ فعشان كده يوم الخميس هناخد حاجه اسمها الانهيليشن، او اسمها ايه؟ الاضمحلال الاشعاعي للشده الاشعاعيه بتاعت جاما او بتاعت النيترونات مع المواد. فبالتالي هيكون فاكرين المعادله اللي احنا خدناها الوحيده الحلوه اللي هي ايه بتساوي ايه نوت اي اس سالب لامدا تي، هناخد معادله مع الدكتور نصار اسمها الاي بتساوي اي نوت اي اس سالب ميو اكس، بحيث ان هي الاكس ده سمك الماده اللي انا هستخدمها في في الشيلدرنج او في الخرسانه اللي انا هستخدمها، والميو النوع الخرسان، وليها علاقه برضه هنشوفها ايه نعرفها. دي المناطق اللي شرحها الدكتور سعد امبارح، تمام، والرموز اللي شرحها لنا ازاي نستخدمها. انا كده ذكرت عشان احمي نفسي من المصادر الاشعاع الخارجيه ثلاث حاجات، قلت الزمن، المسافه، الدرع. عايز حد من الشباب الحلو بتاعنا، الناس اللي هي حبايبنا الاساتذه بتاعتنا الموجوده، يقولوا لي اقترحوا حاجه ثانيه. يعني انا لو بعدت عن المصدر هحمي نفسي، عملت فتره زمنيه قليله هحمي نفسي، حطيت درع هحمي نفسي، ايه تاني ممكن تعملوه؟ حد يفكر لك فكره حلوه. ممتاز، جميل. ايه تاني؟ ممتاز، فكره برضه اجمل. في حاجه احنا عندنا في مصر لو حد جماعه بتاعتنا اسمها سد الحنك. بسم الله ما شاء الله كلكم اشتريتوها. طب حد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. بارك فيك، والله انت الوحيد اللي بتنصفني يا مدير. لا يا باشا، والله يا شيخ. لا انا عجبني سد الحنك بس. ذكرنا الذكريات الحلوه. طيب احنا ممكن في افكار، يعني انا مثلا كل في دورات وفي شباب مثلا اخت قالت لك والله فكره ثانيه، احنا مثلا ليه ما ندي، والله فكره جريئه كانت، قالت لك ليه ما نكونش في برشام او حاجه نديها للانسان تعمل انتي، يعني ماده مضاده للاشعاع. والفكره دي سبحان الله برضه بدات في دول، في روسيا بدا يفكروا فيها ان هو يكون ايه، في تاثير حاجات بيولوجيه ما بتبقى ضد الاشعاع. وجدوها ازاي؟ لقيوا انه في المفاعل بتاع تشيرنوبل طبعا حاطين هم كاميرات وحاطين عاملين روبوت بحيث يدخل دايما يقيس الاشعاع في المكان ده. وجدوا من سنتين بعض الفطريات بدات تنمو في المكان اللي هو فيه نسبه اشعاع طبعا بمئات الايه؟ الملي سيفرت، بجرعات عاليه جدا. فبدا يفكر يقول طب ممكن يكون في كائنات حيه او خلايا معينه ممكن تعمل عمليه حمايه من الاشعاع. في فكره ثانيه برضه من زميل كان نقول لك طب ما احنا ممكن انا اعمل ايه؟ انا اعمل تصميمات هندسيه داخل المكان بتاعي، يعني انا قاعد في شركه وفي مكان هيكون فيه المصدر المشع موجود هنا، طب ما انا اروح اقول ايه؟ اعمل قرارات اداريه اقول ممنوع الدخول الا للمصرح بهم. اعمل قرارات ثانيه اقول ممنوع انك انت لو هتعدي من الشارع ده من الباب ده
فجأة تلاقي قدامك، يعني لو كان هو ده باب، تلاقي قدامك حيطة تمنع منك انك انت تخلي تعدي في الشارع ده، ولو هتعدي تروح تعدي مثلا بطريقة هندسية كده بحيث يبقى فيه حماية خالص من إشعاع، هتروح تدخل في المكان ده يبقى فيه برضه حماية من إشعاع، وفي باب هنا مثلا تمام، وهنا في باب لو انت عايز توصل لمكان معين، لو كان ايه المكان المخزن بتاعي مثلا قد يكون موجود في داخل ايه الاماكن دي. طيب في الحالة دي بنسميها ممكن الشباب، طبعا اغلبكم شباب مهندسين بسم الله ما شاء الله، ممكن تعمل افكار انك تخلي الناس هي ماشية في الطريق، يعني انا عندي العاملين او عندي اداري موجود وحيدخل لازم بيدخل يجيب حاجة من مخزن تاني، وممكن يعدي لو كانت الدنيا مفتوحة، لا اقول له طب حط كرفانات مثلا من الرصاص مثلا، بحيث ان الناس هي وماشية لا المكان كله متسكر ما فيهوش غير باب واحد بس اللي يعدي، وحيعدي بتصريح. انا ممكن احط اقول لا ده اللي يدخل في المنطقة دي يكون معاه تصريح ويكون بس من العاملين في المجال الاشعاعي. ممكن المدير مثلا يقول لك والله لا المخزن بتاع الإشعاع لا ما ينفعش يكون مسؤول الحماية بس، لا مسؤول الحماية والمدير بتاعهم بس اللي معاهم القفل عشان ما حدش يبقى داخل طالع على المكان. فدي كلها ممكن قرارات وفي أفكار جديدة يعني ممكن الواحد يفكر فيها تستخدم في إيه، في إن إحنا نحمي من الإشعاع. يبقى أنا عندي ممكن زمن ومسافة ودرع، وفي نفس الوقت ممكن يبقى عندي قرارات إدارية منها، زي المسألة اللي خدناها إن قلنا إيه المدير بتاع الشركة قال لك لا أنا هعمل تقييد للجرعة خليها 10 ملي بدل ما كانت إيه 20 ملي. إن شاء الله تكونوا جزئية دي يعني تفهمت. هناخد بكرة محاضرة ما رديش أتكلم فيها النهاردة عشان تقيلة شوية، عايزة شوية فيها شوية مسائل، وإن شاء الله الساعة 7:30 يبدأ معنا الدكتور سعد. في أي سؤال؟ صباط المغرب خلاص ما حنصل المغرب كله. شكرا دكتور كتر خير، رحت بكم جميعا إن شاء الله. خلاص الساعة 7:30 بفضل الله تعالى يبدأ معنا الدكتور سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.